عذر كدا عنك أي سحول أهجوسي في ذي ذلك السودان أو رجادية دجالك كالسعداء تضبيه طبعاً كبلاد وجران صدح بقولي سديدي سديتهم قف أيقول لما تدا عنك هلك وسور رتي إلا صدح يطبعاً كن قف سلا يشجعن مسؤولين تعافي ماتكو وح حسين مظن إن عذر كان يوسي ونسامي قابها أي كدا إن ربابكي مهيجان كأهاي ذلك السودان كدا أي بليه لا صعدا في كاس وملايين تضعه كبر كعين جراهم برج السودان عذر كان أيا لقى هلاي طبعاً كم ده سديد يطبعاً كقبل يدلكها أو يبرج كزالة يا القدريف وجب ذي هين سدعي شكته وسارة عافيماتكو طاعون كا أيا عذر سيحة ولي أهو في ذا أصيف ضد وجود بكرة وحنا سوا شبان تاس وكان تفوق بحترن وجود ضمينا دمشق السودان أيا جشق على سبشي أبريل السنة تي هري من كي عرك يسكو شررتي حيصد أول حيسام لترجع دلكا يكح ذا RSF تاس ودلك أردن كدكتي فرين تقال ويران لغاتان كون اوقوف ايا كود انتهي دقال كهالكا طبنان كون اوقلانا اي كود عوامين سيدا اي شاكتاي قرامة ميدوبي حسي اشي كوحا قرقار كا ايا شاكيا ان خساروهن انتاس كبادن يحي دقال كان ايا سيدا اوكلا ابوريد لباتة دا بركا ايا يغوين ادون كا ان كبادن صدحيا طبن مليون اوقوف ايا لغو قصبا ايا كبركا عان قريوه دا تان يمركي او دقال كو بلودي سيدا اي شاكتاي هاي ادى سعدال كا ادون كا dadadka iyo cudurkan daacuunka ayaa sii kordhiyay darxumada Suudaan oo yaraan 225 qof ayaa ku dhintay ku dhawaad 900 oo kalena way ku dhaawacmeen dadadka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka sidoo kalena guriyo badan ayaa burburay dhinaca kale waxa xusid mudan in macluushu boqortooyo ka sameysatay meelaha qaar xaalkoodana aad looga deerinayo masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom mahmil wahi ku diyaarisay adiga internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121